ولذلك طبعا يعني نقصد بالفرس إيران اليوم. والتاريخ العماني يعني خلينا نكون صريحين ونوضح نقطة جدا مهمة لنعرف طبيعة هذه المنطقتين. يعني بعض الأحيان نقول الآن يعني علاقة عمان مع الكل جميلة ومع إيران بالذات التي هي الآن في بعض مناطق إشكالية فيها. عمان وإيران كما هو معلوم أن إذا قويت الدولة في عمان سيطرت على إيران، وإذا قويت الدولة في إيران سيطرت على عمان، وهكذا التاريخ بأكمله. فالعمانيون حتى عهد سعيد بن تيمور كانوا يسيطرون على بندر عباس حتى جوادر، كل هذا الساحل يسيطر عليه لعمان من جوادر في باكستان إلى بندر عباس في إيران، هذا ملك للعمانيين، ولم يتنازلوا عنه إلا في الفترة الأخيرة في أيام سعيد بن تيمور، خاصة جوادر تنازلوا عنها في الفترة الأخيرة مقابل شيء آخر.